السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بصفاقس اللقاء الاول في المجموعة الثالثة جمع المنتخب المصري بمنتخب زيمبابوي. التحكيم للاسيما من بوركينا فاسو، اول مشاركة لمنتخب زيمبابوي ورقم 19 للمنتخب المصري. هجوم اول لمنتخب مصر، فرصة هدف لحازم امام. دقيقة بعد مخالفة، أحمد حسامي سدد بقوة، الهدف كان قريب من مرمى الحارس سومبادورو. رد فعل قوي، هجوم معاكس، المرة هذه الهدف كاد يكون من نصيب سو. هجوم بهجوم وانطلاقة قوية للمباراة. أبناء المدرب محسن صالح يواصلوا الضغط، ربع ساعة لعب، طارق السيد يتحصل على مخالفة ويتولى مهمة التنفيذ في دين الحارس، ثم محاولة لميدو خرجت ركنية. 27 دقيقة، فرصة للمنتخب المصري ومحاولة ميدو دخل فيها الدفاع. دقيقة بعد حازم إمام لثامر عبد الحميد يوزع والحارس مبادورو يتصدى. مخالفة للمنتخب المصري، توصل الكرة لميدو ورغم المحاصرة ينجح في التسديد وكاد يغادر الحارس مبادورو. 39 دقيقة لعب في الشوط الأول، طارق السعيد لحازم إمام، لكن المدافع يدخل ويخرج الكرة للركنية. 5 دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، منتخب مصر يواصل السيطرة والحارس الزيمبابوي إمبادورو يتألق من جديد. دقيقتين بعد كرة من ميدو، 1-2 بين حازم إمام وأحمد بلال، فرصة أخرى لأبناء مصر تضيع. حازم إمام لأحمد حسن، دقيقة 45، هجوم لأبناء المدرب محسن صالح، الحظ يتنكر مرة أخرى للمنتخب المصري. لكن الهدف كان ينجم يكون من الجانب المقابل قبل صفرة الحكم البوركيني لسيما وأعلان انتهاء الشوط الأول بالتعادل دون أهداف. الشوط الثاني ينطلق، الدقيقة الأولى هجوم سريع، شارل يوماني وزع وبيتر ندولفو بلمسة رأسية يغالط نادر السيد، 1-0 لمنتخب زيمبابوي. 8 دقائق بعد أحمد حسن رأسية والحارس مبادرو يحرم منتخب مصر من هدف التعادل بعد تصدي رشيق. منتخب مصر يصر على التهديف، يتحدى سوء الحظ ودفاع المنافس، وثامر عبد الحميد يتجاوز مهارة الحارس مبادرو يسدد ويعدل النتيجة. التوقيت 12 دقيقة. 61 دقيقة لعب، حازم إمامي خلي مكانه لمحمد بركات، مخالفة بعد لمسة يد نفذها طارق السعيد في القائم الثاني، أول لمسة لمحمد بركات رأسية تتجاوز الخط النهائي للمرمى. 2-1 لمنتخب مصر، جسم قيمة الإصرار والثقة في الإمكانيات. هدف ثاني كاد يكون متبوع بثالث في دقيقة 73 عن طريق أحمد فتحي، معوض طارق السعيد بعد تمهيد ممتاز من محمد بركات. 10 دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، كرة ترجع من نادر السيد ولوفالا يسدد جانبية للمرمى، ثم فرصة ثانية كبيرة، موقي على بعد تقريب متر من نادر السيد يسدد بقوة، هدف واضح يضيع على منتخب زيمبابوي في الدقيقة 84 من المباراة. ودقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، ميدو يصر يوزع وهذه خشبة رأسية فوق مرمى الحارس مبادورو، ثم أحمد حسن يختار الحل الفردي بعد حركة فنية يسدد وكورته جانبية للمرمى. 4 دقائق وقت بدل ضائع ما غيرت شيء في نتيجة المباراة، الانتصار للمنتخب المصري 2-1. منتخب مصري ممتاز، عرف كيفاش ينتصر بالرغم من أن كنا سباقين في التهديف. كان الهدف المفاجئ اللي دخل فينا أثار حمية اللاعبين و غيرتهم على المباراة وتخوفهم من النتيجة، فبدأوا يلعبوا بجرأة وبنزعة هجومية وبكثافة وبروح قتالية عالية، تمكننا من تحقيق التعادل، وأعتقد أنه كانت هناك سيطرة للفريق المصري وحققنا